اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ذا تشالنج على سونغو. ميرسي بوكو على لي كومونتير والمساجات اللي وصلونا من الحلقه اللي فاتت. حلقه جديده، ضيوف جدد، خالد شوشان، بلال مساوي، مرحبا بكم في تشالنج. مرحبا، مرحبا بكم، والله مرحبا بكم، عايشكم، ميرسي على الاستضافه هذه. ان شاء الله نكونوا عندنا شويه ثقافه يعني رياضيه. نحاول. أنا ديما نشوف في البلاتو ديما تحكي أنت على سبور، أنت محتكر سبور في البلاتو بتاع الديوان. في ديما لباس ديما عندك أنت سبور، أنت محتكر. خاطر كي بدأ مقابلك سفيان الديش ولي دزين ومطران ما تشفك تحتكر أنت سفيان. يعني والله أعرف هذو مع عبيد ما تشفك تحتكر معهم سبور، سياسة، الاقتصاد، ما فشوية سايب لهم الكوميديا بتاعهم. ما هو كتشوف أنت دونك فما شوية ثقافة. ان شاء الله نحاولوا. لاباس ان شاء الله. خالد مرحبا يا خويا. تحيه ليك، تحيه لبلبل. مش نغيروا راهو العنوان نتاع البرنامج، فماش تشالنج بيني وبينك؟ فماش تشالنج؟ لا لا، عمرها ما كانت. خويا اللي يشوفكم قبل، اللي يشوفكم قبل ما نبدا باهيه جونا، باهيه محليها الدنيا، محليها كورتنا ومحليها ثقافتنا. تقلبتوا صحيح، صحيح، محليها غنانا. لا الدنيا باهيه امورنا هنا. شو تحبوا؟ شو تحبوا؟ ما تشبعوا؟ شو تحبوا؟ ما تحبوش ربي؟ ما تحبوش ربي على الاستاديات؟ ما تحبوش ربي على الجمهور؟ ما تحبوش ربي على الفلوس؟ ما تحمدوش ربي على التحكيم؟ تحمدو ربي اللي عندنا نحن يتمنوه العبيد. الحمدو لله يتمنوا. شكون ما يشبعوش؟ انا يا جنرال على الجمهور. صحيح، عاشق برشا. صحيح، اي 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 خالد. واي مقلب عضها وكورتنا في الحضيض والى الوراء سر. اي كورتنا ماشي في الحضيض. ما فهمتش انا من ريتو الحضيض. والله والله ماني عارف، والله ماني عارف. برا سيدي ننطلقوا، خلينا نشوفوا احنا المستوى الثقافي. ان شاء الله افكار، ان شاء الله ثقافتنا مش في الحضيض. لا لا مش ثقافي، نحكي ثقافي رياضي ترفيه. احنا لهنا باش نضحكوا ونلعبوا. يلا خويا نتوكل على ربي. اما نحب، اما نحب العباد ربيعها لهنا. لا لا اوكي، بليل مش يربح بيحاول ايه وانا مش نربح. يا خالد بليزي، بليزي اسمعني اسمعني، انتوا مش تقعدوا تشكروا بعضكم مزوز. هاي خلينا نبداو سيدي بالفقره الاولى اللي هي نون ستوب. سمي لاعبين يكون الاسم والا اللقب حرف الدي من الدوريات الخمس الكبرى. الدوريات الخمس الكبرى فرنسا يعني؟ فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا. به دافيد بيكامب. ودي لقبه، واش قلت اللقب ولا الاسم؟ الاسم او اللقب. دانييل دي روسي، روما. بدي داودا كاميرا. داودا كاميرا. شكون شكون بدي يضيع فيك؟ استنيني استنيني. اي هاني استنى فيك. دون فرايس متاع الانتر. دون فرايس. اي دينو زينغا. عنده ما تاريخ خالد، يجبد لك من قديم. اي دي ماريا. دي ماريا. اي خوزي دي ماريا. والله صحيت بلبل. خال هاني قاعد نحاول. ديفيد ألافيش. ديفيد ألافيش. دي بول اللي بتاع الاتليتيكو. دي بروين. ايش هيت ما في جعبتك، يمشي خرج. شو اسمه؟ شو اسمه هو؟ شكون؟ دافيد ألابا. دافيد ألابا. مازال ما فيش سؤال. مازال نسميه. هي هما فما الفيفا ما عندهاش اسميهم. عندها شفنا به احنا عندنا. دافيد جمالي. دافيد جمالي. دييغو أرماندو مارادونا. ايه 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 في فرنسا. في فرنسا مونبيدي نيم. ليه موجود؟ موجود. وخلب كل ثقة في النفس. عرف باش ماني انا ما صدقته. هاو الفار خالد. شوف اول حاجة هذه دخيل. هذاك الفار هذاك. هذه يا سيدي المعد والمقدم تاع البرنامج قال لي ايه بالنسبه لي. انا عندي تعديت بعد ربع ساعه مش ترجع لي الفار. انت انا عندي ثقه في التحكيم. عندي ثقه في التحكيم. اسمعني احنا شفت الفار نتاعنا يرجع حتى بعد ساعه، حتى الفقره الجايه عادي. هاي بعد الفار لو ذاك مرة. دينو زوف. دينو زوف. دي ماركو. دي ماركو. دي ماركو شكون؟ تاع الانتر. تاع الانتر. تاع الانتر كارير تشيلي ماركا ديرنيير موف مع المنتخب شارو الفازات. شكون دانييل هذاك؟ خمس. دانييل شكون هذاك؟ دانييل ثلاث اثنين واحد ليكس الثاني. دبروفكا هذاك الجول. دبروفكا هاي بتاع نيوكاسل. صحيح. مازلنا خمس. والله ضاعوا علي كل اربعة. هذوما ضاعوا. ثلاث
ديف ديال المغربي هذاك مكور مازال مكمل مازال مكمل شويه المغربي تشوف يطلعش يكور حتىش يحط على الاوروب مكور في فرنسا يو بالك حرق ولا حاجه هذيك ولا شكونو تيليس مع تنتي قلت تيليس ولا لقب لا شفت لقب بينا والله نتذكروا بالحق ليكس الثالثه خالد والنقطه الاولى مبروك الحمد لله شكرا شكرا كنت بحضر داني كارفاخال داني كارفاخال صحيح داني سيبايوس كارفاخال بس نتاع ويس حكى في ريال مدريد حتى كيك دانييت برشا داني صحيح داني وابدا سم الحمد لله. السؤال الثاني نقطة الأولى مبروك ليلى حاج ليلى سافوت تحيي لي صاحبيني. السؤال الثاني سمي لاعبين معتزلين لعبوا مع كريستيانو رونالدو بسرعة ولا كل واحد يسمي واحدة واحدة يبدا هو قبل بدينا تو انت سيرجيو راموس سيرجيو راموس دافيد بيكام دافيد بيكام راموس مازال مش معتزل الحق ما عندوش كيف ما عندوش كيف ما عندوش كيف اخر مره قالت تعبت وكذا قالت تعبت ونحب نعتزل ليكس لولا مش عليكم شكون قلت انت خالد لولا انا قلت دافيد بيكام دافيد بيكام راول غونزاليس راول قلت راول انت ما نعرفش احنا ما نجاوبوش دي ماريا تاع الارجنتين ليه كاور كاور في بنفيكا في بنفيكا ليه كاور نحى من ليه اعتزل من المنتخب من المنتخب والله صحيح فما يلعب مع كريستيانو رونالدو قلت لي في الريال كهو في الريال في الريال يلعب بارتو في ريو فرديناند ماك مانامان ماك مانامان فيديتش فيديتش ماك مانامان خلطت على كريستيانو فيديتش بتاع المانشستر اللي يلعب مع الاكسيال لا لا ماك مانامان خلطت على كريستيانو ولا ما نعرفش خلنت خلنت اكتو لحظه برك بالي لا خلطت يا ولدي ماك مانامان خالد كوعا تو هكا خالد بدا يخدم خالد عنده ولا بالرسم ولا بارت فليك عنده تويرخ ما عندوش عندي تويرخ اخي انا تفرج يا صاحبي تفرج والله كيفاش مشيت فيها ابشر ابشر فار ويسر وقت خسرنا الفار الامكانيات التقنيه نتاعنا يا اخي في تونس ما عندناش جبله الحمد لله اسلام عنده على الاقل يبطى شويه ما نلقاو صح ليكس الثاني يا خالد مبروك نتكلم فيديتش قلت فيديتش عنده فيديتش قال لنا لا لا قال لنا هو فيديتش ماك مانامان بعد قال هو فيديتش شنو الفار صح طبعا عندك انت خالد عندي عندك انت خلعب معها فما تشكيله تنجم تسميها الكل فما كلاكسيال نعرفه هنا شكون فما رويكوس لعب مع هذول في المان يونايتد ده رويكوس لعب مع لا ما لعبش ما لعبش سميلنا سميلنا يعني قلت رويكوست رويكوست ما كنتش في المنتخب ما كنتش ايو اعتزل صحيح اي اعتزل اي تلعب معاه اي لعب دوميكات بي عندك فاندر سار فاندر سار فما باولي تلعب معاه زيدا اي عندك زيدا واين روني واين روني وفيكتور بايا الغارديان تاع البرتغال انا فهمت خالد عرفت التشكيلة انا هو اختار تشكيلة اختار هو يسمي البرتغال يسمي مانشستر صحيح يلعب يلعب مع يلعب اليسار مانشستر يلعب في اليسار مانشستر يونايتد اثنين واحد ليكس الثانيه بليل عندك يا خالد مازلنا ما همشي الجوار هذاك ما همشي يضيع انت عندك دوزيكس وعنده دوزيكس خمسه جيتو اربعه الليدر دروا نتاع لانجلتير هذاك كان في المانيا اللي هو لونترونور تاع خرج واحد اسمه هو ليكس الثالثة خالد هو انت شو اسمه ليكس الثالثة خالد اثنين بليش مبروك اللهم صل على النبي وشكرا يا صاحبيني على الدعم قاعد تسهلوا في المأمورية خالد اي والله ليه بالعكس قعدت توا انا نرجع بيه للتاريخ على الاقل يثقف روحه نوعا ما انا ما نجاوبش انا خويا نحب انا نربح وكهو بالعكس انا مستفز تحب انا نربح وكهو نربح عمال نعمل كردوز وبعدنا حاوة بعد يوم ربيع صحيح سيدي السؤال الثالث سمي مدافعين يلعبوا في الدوريات الخمسة الكبرى حاليا منصر الطالبي بدينا بخالد عنده عند خالد منتصر طالبي يلعب ديفيزيون 2 اكس لولا خالد تي ممكن في لوريون تحت سبيس والله لا تو نحكيو السنه قلت لكم حاليا تحت خالد لا عندك لا صحيح نجم نتكلم انا علي لعب بي دونتي دونتي عندك شكون روديغير روديغير والله العظيم نعرفهم كل قاسم بلي تفسخوا صحيح يتفسخوا يتفسخوا لازم تنظم افكارك ليه منظم ياخو بالكيب بالكيب ولا بالبطوله بالبطوله خمس اربع ثلاث
سنين واحد اكس الثانية خالد بلال ادير ميليتاو ادير ميليتاو لا طالب الاولى وذي ثاني ليه مش اكس هذيك لا اكس شنو مش اكس عندك خالد يلا بربرك خالد هذه راه تخسر البوان واحد مره اخرى راه عادي الخساره والربح هنا يا ولدي ما قلقنيش تعودنا بالهزيت في الحياه دخلت ودورت هذا مار هذه هذه شباب حبيبي والله ما عنديش والله لا عندي هاي مره مفسخ خمسه والله لا عندي اللي مشيت معاه اعطيه اسمه اعطيني يا عوني اثنين يشوف الريال على الرقوش على الدروا نكس الثالثة خالد والنقطة الثالثة البلال الميسي حاول تحاول تحاول تدخل انت مهمش للطالب يا رايس ليه وحل في فرنسا غادي حس يلوج عليها سما كان دانت هاي فينيس عاد غادي عاد سميتك المصري عبد المنعم ولا تقول عبد المنعم سميت دخل كود الزور قعد غادي حسيت تمشي للسؤال الرابع سمي لاعبين تونسيين احترفوا من الدوري التونسي الى دوري اوروبي خرجوا من تونس الاوروبي خرجوا من تونس ديريكت مشاو لاوروبا نبدا ولا يبدا هو توا تبدا انت نبدا ايمن عبد النور ايمن عبد النور زبير باي زبير باي مهدي بن سليمان جاول المناري شكري الوعر عاد السليمي عماد المهذبي حسن القيبسي بداو فيهم حمد الحربيوي حمد الحربيوي حمد القصراوي علي غرام منصر الثالث علي العابد شكون خرج من منتخب من تونس شكون مشى من ليتوال خمس صفاقس أربعة ليتوال صفاقس ترجي الكلوب اثنين ترجي واحد ليكس لولا بلال بس هي مسرعش فوالا حاضر خالد في تونس حاضر شكون انت فينيس فينيس سيرتو اي فينيس سعيد عمر جمل عمر جمل عمر جمل قال هو ايمن عبد النور قلت ماجد انا ما نقولش راني انا ما راني انا من العواد مش من عواد كريم العواد كريم العواد كريم العواد بيت من الحزيمي نمشيو شويه للتاريخ جوهر المنيري من الحزيمي جوهر المنيري قالوا ليكس الثانية بلال قلت لك من الحزيمي انا ولا هو تو انت تو وانت انت هو غلط مش عندك انت اي برشا مهدي بن سليمان مهدي بن سليمان قلت ليكس لولا دو سانتوس سي سانتوس خرج من ليتوال مشى يلعب في شو حتى خوزي كليتر جا ليتوال ورجع ايوا تونسي تونسي الدوري التونسي عاد لشيت حمد حمد النموش يلعب قبل في حمد النموش ديجا برا ليكس الثالثة بلال والنقطة الأولى خالد لحظة الفار خزادة مش تدخلوا في التحكيم زادة معاك ليه مدخلوش اش خليها مشي نجي جويني ما هو التدخلات هذه عادل الشادلي سلا عادل الشادلي لا جس بصلحوا هذه وكهو عادل الشادلي نرجع للفار هذيك غالطة بصلحوا معلومة وكهو سينون النقطة وراي مشات الخالد بحقها سيبوا جوك بيه لا لا جوك بيه جوك بيه بيه السؤال الخامس سمي الدول التي استضافت كاس العالم هما 17 دولة نبدأنا ولا يبدأ خالد توش يبدأ خالد ساوث أفريكا ألمانيا قطر فرنسا يونايتد ستيتس أمريكا البرازيل كوريا واليابان زم بعض إيطاليا إيطاليا حق سميت واحدة إنجلترا المكسيك الأوروغواي أول دولة الأرجنتين الأرجنتين قالها إكس لولا بحقها قلنا الأرجنتين ما تخلطش الأرجنتين هو الفار موجود الظلم هذا ظلم عيني هيك الله يلعن والله شككني في روحي نعتذر نعتذر اسمع في سيش عندك خالد باقي عندي أنا 17 دولة بالحق خمس البرازيل قلتها قلت أنا قلت أنا البرازيل لك لولا خالد إسبانيا إسبانيا إيطاليا قلتها قلت ايطاليا اتقالت ليكس الثانية هاي قلت اسبانيا اسبانيا قلت انت قلت ايطاليا ايطاليا اتقالت ايطاليا ليكس الثانية خالد بولندا هاي اصنعت ليكس اكس امشي روسيا روسيا ما اتقالت قلت روسيا ليكس لولا بلال روسيا
تو واللي باش تنظم تتحسب ولا لا؟ لا مازال نظم مقبل خمس. المجر اليابان حسبت واحد المجر منظمه شارك الاكس الثانيه الاكس الثانيه وي خمس اربعه ثلاث اثنين واحد الاكس الثالثه والنقطه الرابعه تمشي البلال مساوي به. انزل على البوتون السؤال الاول. اول منتخب فاز بكاس العالم مر الأوروغواي. غلط مرتين متتاليتين. المانيا. المانيا غلطه. ايطاليا معناها نجم نعاوده. لا صحيح اجابه واحده. زوز غلطنا. زوز غلط هنيني كيك باش تهنى خضري وخلي ايطاليا وخضري عليكم الزوز. به اول دوله عربيه شاركت في كاس العالم. مصر. اين 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 هو عنده هو. مصر استضافوها في مصر. مصر ولا العراق ما نعرفش. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه بلال. خمسة واحد. ما يعرف ايش وقليل. انت عاد هنا ما انت عطيت انت ما تعاونوش خالد كي تنزل. ما ما تعاونيش مش اخوك ما تعاونيش. السؤال الثالث. من هو الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي؟ الله رجع. بس خلوه التونسي كلش غير يصاب جماعة. لوكاكو. لوكاكو الإجابة صحيحة برافو. أخي تكون عندها هي بلجيكا والله. دي بروين ولوكاكو. دي بروين مركش بر والله. قال الراجل قال طلعت 2010 هي. به ستة واحد. سؤال الرابع. من آخر لاعب سجل ركلة الجزاء الترجيحية في نهائي كأس العالم 2022؟ مش ميسي. مش ميسي. كوني اكون كونيا كونيا لا غلط بتاع الارجنتين. زوز غلطين زوز. لا لا مش اكون هو غونزالو مونتييل. به سؤال خامس تذا مش عليكم الزوز. هاي شكون اللاعب اللي يلبس النمرو 10 في اخر مباراه المنتخب التونسي؟ اخر مباراه. اخر مباراه هاي بعد ضرب جزر القمر. خمسة أربعة حنبال المجبر. حنبال المجبر إجابة صحيحة برافو خالد. الفقرة الثالثة نجم الملاعب. أيوة. نعطيكم مسيرة متاع لاعب. أيوة. كاريير متاعه وحن طلعوا اسمه وانتم طلعوا اسمه. أيوة. اللي جاوب قبل ما نكمل أنا المسيرة ياخذ بوان. وباهي قبل ما تكمل المسيرة. قبل ما تكمل المسيرة أن بوان. باهي لاعب لول لاعب معتزل بدا المسيرة متاعه إيفرتون. روني. روني اللي جاب صحيحه برافو. بلال دوبوا. وين روني؟ دوبوا. لا الله فايق له روبي. ايه فايق حاضر اعطيته الاصل ومنظم. ليه بلاصي اللي اعطاهم تجي تخرج تجي تخبلك تجي بعد هذا المسألة طيب تعطاه هباك هذا المسألة تعطاه. باهي سيد اللاعب الثاني هو لاعب مازال ينشط تو بدا المسيره نتاعو في باريس سان جيرمان يوفي بايرن. رابيو. لا مش رابيو. عندك حق في زوج اجابات. كيفاش كيفاش كينغ سلي كومان. كينغ سلي كومان اللي جابها صحيحه برافو برافو بلال. ما عطيتوش الوقت. شطاني الوقت. اضرب قبيله الواحد وقاعد يخمم. عرفت شايف هو يخمم بعد يضرب اضرب وقاعد يخمم خلاص يضرب بعض. المهم يسبق ولوز والله تكنيك يا راه. اما يلزموا من بعد رابيديتي. به اللاعب الثالث هو لاعب حالي مازال ينشط. بدا المسيرة نتاعو باير ليفركوزن الالماني تشيلسي الانجليزي ارسنال الانجليزي. عندك انت برا شنو عندك انت كملوا باربعة المانجر نتاعو. مازلت نجم ترجع باير ليفركوزن تشيلسي ارسنال الماني. هو انا ما نقولش الماني ولا مش الماني. باير ليفركوزن بعد مشى تشيلسي بعد مشى هافيرتس. كاي هافيرتس. برافو 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 بلال. برجوليت بارك الله ليه. والله ما راش والله غدرنا برجوليت. ليه عالمي صاحبي نفدلكوش غير ما انا ما نفدلكش انا راه ما نفدلكش. قداش سكور بالله سامحني صاحبيني بربي يا صاحبيني يا استدعانا بحذيك قدرت نجم ترجع. قداش قداش والله مازلت نجم قداش عندك فقره. قداش قداش 10 2 وين يرجع ليش يرجع ليش يرجع للدار يسيس روحه واحده واحده يرجع. هذيك متاكد منها ينجم يرجع للدار مرتاح. مين راجع مازال عنده فقره الرابعه الكل على ديسبوار. خذ راحتك. باه مازال جوالات. اللاعب الرابع هو لاعب معتزل بدا المسيره نتاعو ستاندرد ليج البلجيكي كومباني غال فانسون كومباني النجم الرياضي الساحلي
سوشو الفرنسي سيلفا دو سانتوس. سيلفا دو سانتوس برافو دو بوان هذه راه والله برافو. ما عنديش يا مرحميني ريتو الكل تبع المانجير تبع فيها الكل. جيتني وانا كل كونترات هويت ودنيا ونحرق على روحي نحرق جيت تعب جيتو انا تو خرجت من اللايف. باه اللاعب الخامس 12 2 تخلط ترجع باش ترجع يا خالد يا خالد متاكد اللي باش ترجع والله مازال اسمعني حسابين مازلت نجم ترجع حسابين ما نطيحش بحوله امري على الاقل احفظ منطقتين ما نعرفش شكون يا ودي احفظ ماء وجه السحباني زميلي على الاقل راهو ذكرى ويندب في وجهه راني نعرفه. باه زيد اللاعب الخامس بدا مسيرته في طاربس الفرنسي. وين؟ طاربس الفرنسي. طاربس الفرنسي فيريا ستارا زاكورا البلغاري. شكون هذا حتى في البطوله التونسيه ما يخلطش سبورتو سبورتو الروماني الملعب التونسي الشرقيه للدخان المصري الاولمبي البيجي ليون لادوشر فرنسي الاتحاد المونستيري النادي الافريقي. كل قصير هذاك شو اسمه هو تي شو اسمه نبيل ميساوي. ليه سي با نبيل ميساوي يا ولدي الكلوب وكذا وش لعب في هذا وكل خدش ما اعتزل هذا ولا مازال يكون مازال يكون صلي عني وصغير هذا يلعب في الكلوب تو تو في الكلوب شو اسمه منوبي الحداد. لا هاي سي با انت بالحق عاش تزعوت عندك خالد ارقد بيت خالد قاعدين نستنى مازال يكون عارف نعود لك الاخرانيين مثلا ملعب التونسي الشرقية للدخان الأولمبي البيجي ليون لاتشير الاتحاد المونستيري النادي الإفريقي. والله عرفت عندك وقت خالد عرفت خمس بلي يقول أربعة ايت مالك برافو ايت مالك ذكرته مستيقى نعطيه اللي هو النقطة نعطيه اللي هو تعملش عليه مزيد والله ما نعطيه والله ما نخلها والله على كل من أسيه خذها النقطة 12-3 باش نرجع يا خالد خالد خاطر انت حسيتك عرفته القصير لا اعرف انت شنو عرفت. باه نمشيو الفقره الرابعه. بعد اخويا الفقره الرابعه هذه الاخرانيه هاي الفقره هذه الاخر نعطيكم زوج جوارات وانتم تقولوا لي انا هي ليكيب اللي لعبوا فيها الزوز مش بشرط يكونوا في نفس الفتره تشاركوا في نفس ليكيب على فرد جمعيه مش ما لعبوش فرد وقت ينجموا يكونوا فرد وقت ولا لعبوا فرد جمعيه لعبوا فرد جمعيه فوالا منتخب ليه لا فريق دخلت كان نربح واحد عاد صيع باش ترجع اخويا ولا صح تفضل هذا نورمال عندك انت هذا خالد الاول هذا نورمال عندك لحظه هذا كل سؤال على دو بوين سؤال السرعه هاي سرعه كل اجابه على دو بوين سؤال الاول باستثناء النادي الافريقي ما هو الفريق المشترك بين نبيل الكوكي وكريم العواضي اولمبي بيجي بالعروس غلط عندكم مجرين واحد محاوله مجرين برافو برج ولي بلال اللهم صلي على النبي ريت انا الرابطه الكل عندي في الدار الكل لك الاجازات نتاعهم الكل موجوده تعرفهم بلال هذوم مثقف باهي سيدي السؤال الثاني مو نبيل كوكي عنده قهوه في مجرين عنده قهوه في مجرين صح برج ولي كريم العواضي كريم العواضي لعب بالرسمي رابطه بالتل والله يسلف فلوس نبيل باش يشرب قهوه صح تحكي يا زويله جوك به باهي سيدي ما هو الفريق المشترك بين كريستيانو رونالدو وسلام سليماني سبورتينغ لشبونه سبورتينغ لشبونه الاجابه صحيحه برافو بلال والله باش نقول انا سكور ما عادش نقولها ليه والله باش مانيش قاعد والله باش تقول باش نقول راه في الاخر ليه ما تقولوش ولدي عيب لا باش نقولها ليه راه سكور في الاخر ما هو الفريق المشترك بين فرانك ريبيري ويوسف البلالي فرانك ريبيري ويوسف البلالي سان رافائيل هذيك لا بريست لوريون بريست برافو بلال هذا سكور بلال اعطينا سكور 18-8 مبروك بلال ثلاثة لا اعطيته نقطة هذيك برعت له بنقطة هذيك قانونية والله اللي ما تاخذها صار معاك قلت والله اللي ما تاخذها يعطيك الكيستيون والله يخاف ما تاخذها اللي انت محضر للكيستيون انت والسيد والله العظيم لا نعرفه أول مرة نرى في حياتي يعطيكم الصحة ميرسي بوكو يعطيكم الصحة مبروك بلال اي والله شوف فوز مستحق مش تقول لي ان شاء الله مبروك ما نفرحش ما نفرحش انا في الحاله دي ما نفرحش انا بالعكس اشرح حزين تو تعب لازم نجيب لك ادفرسير كاسحه لازم والله في القيمه والحجم لا 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 فضلك علي لا 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 انا بالعكس انا فرحان برشا وسورتو قبلنا مع خالد خساره
صاحبيني مجيش معنا ويعطيك الصحة لك الكل كيف وميرسي إسلام وميرسي لأولاد الكل في التكنيك يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما ديما تقلقين يعطيكم الصحة محليها قعيدة قال راشد ينسى ليس تضحك قال هكا نطش ليه ولو يعملوا مش ترجع والله يشجع فيه ويرجع ان شاء الله امل ان شاء الله كويس موافقين في الاكسبيرينس نتاعكم ميرسي بوكو عايش رغبتك صحه سليم وان شاء الله من حسن الى احسن والجاي خير ان شاء الله عملوا لنا جائزه ماديه وعملوا لنا مسابقه والجاي خير 100 الف دينار مثلا للربح 100 الف دينار اذا حلو طلب زي هذاك 100 الف دينار صح برافو انتم تفرجوا فينا يعطيكم الصحه الناس الكل خلوا لي كومونتير نتاعكم ما تنساوش سبسكرايب والكومونتير والجيم تصبحوا على خير.